الواحد امين. هنكمل بإذن ربنا الحلقة الثالثة من رحلة مع أمثال السيد المسيح. لو تفتكروا المرتين اللي فاتوا احنا السيد المسيح في الأمثال بتاعته حب ان هو وهو بيحكي الأمثال ان اول حاجة ان هو طبعا يعلمنا محبة الله الآب وقبوله واستعداده ان هو يقبل اي واحد يرجع في المجموعة الاولى اللي شفناها مجموعة أمثال التوبة ومحبة ربنا للخطاة. في المجموعة الثانية كان بمجرد بس ان الواحد ربنا وراله ان هو مستعد يقبله ربنا ابتدى يوجه الدعوة للكل. الدعوة كانت مفتوحة والدعوة كانت من الملك العظيم، الدعوة غير مشروطة بس اللي يقبل الدعوة دي اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. المرة دي بقى طيب ازاي احنا نوري ان احنا قبلنا الدعوة اللي ربنا وجهها لنا؟ زي ما كنا بنحكي المرة اللي فاتت الكارت الصغير اللي في دعوة الفرح المفروض تروح مرجعه في البوسطة وتقول ان انت قبلت الدعوة وجاي المناسبة او جاي الفرح او ان انت هتكون مع الناس دول. فالنهاردة بإذن ربنا هنتكلم على أمثال الملكوت او اللي هي أمثال كلمة الله. وانس ان انا قبلت الدعوة الطريقة اللي أنا ببعت بها الكارت وأقول إن أنا قبلت الدعوة إن أنا كلام ربنا يسكن ويبتدي يتفاعل مع اللي قبل الدعوة ويبتدي يشتغل جواه. في المجموعة دي إحنا هنتكلم على خمس محاور. أول حاجة قبول كلمة الله هو شرط قبول الدعوة. قبلنا الدعوة يبقى ما فيش شرط تاني إن إحنا يوري ان احنا قبلنا الدعوة دي غير ان احنا ناخد كلمة ربنا جوانا. وبالتالي بمجرد ما كلمة ربنا هتدخل جوانا هتشتغل جوانا وهتبتدي تطلع ثمر. في المجموعة دي في معظمها عشان هنتكلم على كلمة ربنا وهنتكلم على ثمر كتير فهتكون مرتبطة. ربنا يسوع كان دايما يختار حاجة مناسبة للوسط اللي الناس عايشة فيه فمعظمها تقريبا مرتبط بالزراعة. فأول حاجة اللي هي قبول كلمة ربنا أول مثل فيها وده موجود في متى ومرقس ولوقا خرج الزارع ليزرع. وانتوا عارفين المثل ده ومشهور جدا وده من الأمثلة النادرة المسيح هو بنفسه اللي شرحها وشرح ان في ثلاث أنواع تربة ما كانوش مثمرين والرابعة أثمرت وجابت حتى ما كانش الثمر واحد كان في ثمر 30 وثمر 60 وثمر 100 يعني ثلاثة غير مثمرين وحتى المثمرة كان في يعني أنواع مختلفة من الإثمار. الآباء لما سمعوا المثل ده أو قروا المثل ده ما سكتوش. لما بمجرد كده بداية المثل خرج الزارع ليزرع كلمة خرج الزارع، الزارع ده اللي هو مين؟ هو ربنا بيدي السيد المسيح بيرمي كلمته للناس واللي بيقبل أو اللي بيسمع. فكلمة خرج الزارع يعني دي إشارة للتجسد، إشارة إن المسيح أخذ جسدنا وخرج من مجده ونزل من المجد بتاعه وخرج للعالم علشان يبتدي ينشر كلمة ربنا، خرج الزارع ليزرع. دي كانت نقطة كده في وسط الحوار. احنا مش هنشرح كل مثل زي ما تعودنا بس هنركز في نقط معينة. المثل الثاني اللي بيناقش نفس النقطة اللي هي السراج. ولا توقدون سراجا وتضعونه تحت المكيال بل تضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة. فبمجرد ما الواحد بيكون عنده كلمة ربنا جواه وابتدت تشتغل هيبتدي ينور. الناس اللي بره أنا جايز ما أقدرش أديها إنجيل تقراه لكن ممكن تشوف الإنجيل البتاعي أنا اللي أنا كلمة ربنا اللي شغالة جوايا تشوفها فيا وتشوف إزاي يقروا الإنجيل فيا أنا. زي ما كان أبونا بشوي كامل يقول الإنسان المسيحي إنجيل معاش.
الناس اللي بره ما يعرفوش فيه ايه في الانجيل، لكن بمجرد ما يشوفوا الشخص المسيحي يقدروا يعرفوا تقريبا الكلام والوصايا والتعاليم بتاعه الكتاب المقدس شكلها ايه للانسان المسيحي الحقيقي اللي عايشها. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. من امثال الملكوت المحور الثاني اللي هي مقاومه العدو. مقاومه العدو دي فيها مثلين شبه بعض، اللي هو مثل الزوان ومثل الحنطه، وده الاثنين متشابهين ان في وسط العالم، وسط ما الانسان المسيحي زي ما كنا بنتكلم ماشي في العالم، في حواليه شرور وعدو الخير بيحاول ان هو يحاربه ويحارب الناس اللي حواليه. فهيجي هنا في المثل الزوان يلاقي ان في وسط العالم الشيطان جه رمى زوان. الزوان اللي هو زي الويدز، حيوانات نباتات طفيليه بتاكل اكل الزرع المفيد. فبيجي هنا في المثل بيقول يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن اين له الزوان؟ ربنا خلق كل حاجه حلو، طب الزوان ده جه منين؟ فصاحب الحقل بيقول او صاحب الزرع بيقول انسان عدو فعل هذا، اللي هو عدو الخير. ابتدى يضحك على الناس وابتدى يزقهم على فعل الشرور وابتدى يعلمهم حاجات غلط. فالعبيد او الفعل قالوا له طب نشيلهم؟ قال لهم لا، دعاهما ينميان معا، سيبوهم للاخر، ولما يجي الحصاد شيلوا ده لوحده وشيلوا ده لوحده، ده هيتحرق وده هيتخزن في المخازن، اللي هي إشارة ليوم الدينونة، وإن كل واحد هياخد أجرته حسب عمله. الزوان هيروح طبعا يتحرق في النار الأبدية، واللي في المخازن اللي هو داخل على الملكوت مع صاحب الكرم أو صاحب الزرع. كذلك في مثل مشابه ليه اللي هو الشبكة بتاعت السمك اللي بتطرح في البحر بنفس الفكرة على يوم الدينونة، والتفاضل ما بين السمك الكويس والسمك اللي مش كويس. المحور الثالث في الأمثلة بيتكلم على طول أنات ربنا، وده من الأمثلة الحلوة اللي بتبرز إزاي ربنا ليه طول أناه على الإنسان إن هو يجيب ثمر. المتوقع دايما إن البني آدم اللي ماشي مع ربنا واللي فيه كلمة ربنا شغالة جواه. في حتة نقطة كمان كنت عايز أقولها في مثل الزارع قبل ما أنساها، الأباء شافوا غير أن مثل الزارع ممكن ينطبق على نوعيات ناس معينة، سواء ما بتقبلش الكلمة أو الكلمة ما بتأثرش فيها أو ما بتثمرش فيها. قد يكون ساعات المراحل دي مراحل في عمر الإنسان الواحد نفسه، في مرحلة من المراحل يكون الإنسان جاف أو الإنسان بعيد عن ربنا، في مرحلة تانية يكون فاتر، في مرحلة تانية أو مرحلة يا رب تكون دايما اللي هي مثمر ويقبل كلمة ربنا ويشتغل بيها. فهنا هيجي مثل شجرة التين المغروسة في الكرم، يجي صاحب الكرم، وبسرعة هقول لكم ده بيمثل مين. صاحب الكرم ده اللي هو ربنا نفسه. هيجي للكرام بعت اللي هو السيد المسيح، بعت قال له ان التينة المغروسة دي بقالها 3 سنين ولم تأتي بثمر. والثلاث سنين دول الأباء شافوها اللي هي الفترة السابقة للتجسد. ربنا بعت حاول مع الشعب، مع البشرية كتير، بعت لهم أنبياء وكان ماشي مختار شعبه وما أتوش بثمر. كان أهم ثمر ممكن إن البشرية تجنيه في بعد التجسد إن هم يعرفوا المسيح وإن هم يكونوا على استعداد لاستقباله، بس ده ما حصلش. فقال له هو ده 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها لماذا تبطل الأرض؟ يعني ملهاش أي لازمة، يعني بتشغل الأرض وبتاخد مجهود على الفاضي. فيجي الكرام اللي هو الشفيع أو اللي هو السيد المسيح في المثل ده ويقول له إيه؟ يا سيد اتركها هذه السنة أيضا، اتركها هذه السنة أيضا عشان هشتغل فيها، هتعب فيها أكتر،
هديها مجهود، هديها تركيز. ده طول أنات ربنا، إنه حتى الثلاث سنين اللي فاتوا دول ماشي، اديني سنة كمان. يعني طبعا السنة دي برضو الأباء بصولها على إن هي آخر فرصة للتينة إن هي تيجي بثمر، اللي هي محدودة بعمر الإنسان، اللي هي محدودة بالفترة اللي هو موجود فيها على الأرض. ما قدموش يعني ما قدموش كمان ثلاث سنين خمس سنين تانيين، هي السنة دي كأنها هي إن عمر الإنسان محدود على الأرض، وأتيانه بالثمر محدود بالفترة حياته على الأرض. كمان الأباء بصولها من ناحية حلوة، إنه إن صاحب الكرم ليس أقل حناناً إنه هو يقبل الشفاعة، وقبل الشفاعة من الكرام الفاعل عنده، وهو كان مستعد يقبل الشفاعة. فدي صورة بتورينا برضو إن طولة أنات ربنا يقبل الشفاعة، ومستني إن إحنا بس ناخد المبادرة وإن إحنا نبتدي يبان فينا حاجة حلوة طالعة مننا شكلها يفرحه. المثل ده برضو اتذكر أيام لما كان مثلا في الشعب موسى، شعب بني إسرائيل مع موسى، وربنا كان بيقول لموسى اتركني لأفنيهم، وموسى تشفع للشعب. يعني مش ممكن يكون موسى أحن على الشعب من ربنا، بس ربنا ادى الفرصة لموسى يتشفع، وبحنان ربنا ومحبته لشعبه كان عارف ان في واحد هيشفع وهو هيقبل الشفاعة بتاعته. في كمان المثل الكرم والكرمون، ده برضو مذكور في الثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا، اللي هو اتقال في الأواخر خالص قبل أسبوع الألام، لما كان المسيح ابتدى يوضح انه اليهود اترفضوا تماما، وحتى خد الحكم بتاع لما الكرمون، لما ادى صاحب الكرم ادى الكرم الكرمين، وابتدوا ما يدوش ثمر، وابتدى يبعت لهم مراسيل، وابتدوا يضربوهم ويهنوهم، وبعت ابنه وموتوه، فاخد حكمهم من فمهم هم، قال لهم فماذا يصنع صاحب الكرم؟ فياخذ الكرم ويعطيه لاخرين. حتى الرؤساء اليهود والكهنة فهموا ان الكلام عليهم، قالوا له حاشا. في انجيل لوقا مذكورة الكلمة دي. اخر سوري، المحور الرابع اللي هو كلمة الله حية ومثمرة. هنا انا هخرج عن النص شوية. ده اللي هو المثل ده موجود في انجيل مرقس، هكذا ملكوت الله. لو تاخدوا بالكم ان معظم الامثلة دي، انا طبعا ما حطتش النص بتاع كل حاجة، كلها هتلاقوها يشبه ملكوت السماوات، أو هكذا ملكوت السماوات، أو ملكوت الله. كان إنسان يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تؤتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآنا في السنبل. نمو مستمر، وربنا هو اللي بيشتغل. الفاعل او الخادم مننا بيرمي البذرة للي حواليه، وربنا وهو لا يعلم كيف ربنا بيشتغل. يقول الكلمة او يدي النبذة او يعمل مكالمة التليفون او التكست مسج، وربنا يشتغل وهو لا يعلم كيف. هنا انا بطلع في النص، الحتة دي مش في الكتاب سامحني يا ابونا. احنا بنبص على المثل ده على انه إن دي المراحل بتاعة أولادنا في الخدمة. كان إنسان يلقي البذار على الأرض، دي الولاد في مرحلة ابتدائي. وبعدين أولا نباتا، يبتدي ينبت ويبتدي يفهم شوية حاجات كده في سن إعدادي. وبعدين يجي يبتدي السنبل يتكون شكله في سن ثانوي، علشان متوقع لو الزرعة دي سليمة وصحيحة ان هي تأتي بثمر في سن الجامعة. وده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله مع نفهمه كخدام مع اولادنا في البيت او اولادنا في الخدمة او حتى الناس اللي هم بنخدمهم في اي مستوى.
كان إنسان يلقي البذار نبات دول البذرة لسه في ابتدائي يعرف الحاجات المبدئية البسيطة بس المهمة اللي هي محبة ربنا إن أنت محبوب جدا إن أنت غالي قوي. وبعدين تبتدي في سن إعدادي النبتة تبتدي تطلع وابتدي تكوين سن الشخصية تبتدي تبان والشيب بتاعها يبان في أو المنظر العام بتاعها في ثانوي يبتدي يتظبط. وهنا ده السن بتاع ثانوي اللي لازم يتعمل فيه تريمينج أو يتعمل فيه أدجستمنت عشان في الآخر في سن الجامعة لما يبعد برة أو يخرج برة في المجتمع ويقابل ويحتك بناس تانية غير اللي هو متعود عليهم يكون فعلاً سراج منير وباين فيه ثمر ومطلع يقدر ينشر كلمة ربنا للي برة. المحور الخامس والأخير اللي هو النمو التدريجي إلى ما لا نهاية. كلمة ربنا ما بتقفش عند حد معين، مش مفيش واحد يقدر يقول أنا خلاص قريت الكتاب المقدس أنا خلصته، ما بتخلصش. لكل كمال وجدت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. المثالين دول اللي هم حبة الخردل، إن الإنسان بيرمي حبة خردل وهي صغيرة خالص بتطلع شجرة كبيرة توزع ظل على كل الطيور السماء، وده اللي هو المقصود بيها العمل الخارجي أو الخدمة الخارجية للناس اللي بره. إن أنا كل ما يكون عمل ربنا جوايا شغال بيبان عليا وبيبان على الناس اللي بره. شكلها كمان في الخميرة، الخميرة حتة خمير بتتحط جوه الخمير تخمر العجين كله اللي هي يشبه خميرة أخذتها امرأة. وهنا برضو أباء الكنيسة شافوا الامرأة دي اللي هي الكنيسة بتاخد كلمة ربنا تخبيها وتعلمها لأولادها ثلاثة أكيال دقيق، يعني بتديهم الثلاث رقم كامل كل إمكانياتها وكل أسرارها وكل الرعاية بتاعتها لأولادها علشان يختمر العجين ويبقى ويكبر ويثمر ويبقى عجين كتير. فده العمل الخفي لكلمة ربنا جوه النفس. والحبة الخردل اللي هو العمل اللي بيظهر للناس من بره في للناس اللي حوالينا والثمر. ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.